أهلا بالحبايب، هنروح النهاردة رحلة مع وثائقية من أهم وثائقيات 2022، بل وكمان من أهم الإنتاج الوثائقي بشكل عام. هنكتشف وهنكشف عن فساد مجال بيضم ملايين البشر، وهو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. رحلتنا النهاردة هتكون مع الحلقة الأولى من مسلسل فيفا أنكفرد واللي أنتجته نتفليكس. بس قبل ما نبدأ بنفكركم باللايك والاشتراك لو مش مشترك، وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديدنا. حسناً، قبل البداية الحقيقية للحلقة والتي بعنوان سيب بلاتر، نشاهد المسلسل يستعرض في مقدمتها الزلزال الذي هز الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الأربعاء في 27 من مايو عام 2015، تمهيداً للرجوع بالتاريخ لأصل الفساد وبداية الفيفا نفسه في الحلقة الأولى. فما هو ذلك الزلزال؟ كانت الساعة 6 في ذلك اليوم بمدينة زيورخ بسويسرا. نشاهد الإعلام العالمي يتابع قصة الهجوم الفيدرالي العاصف على المنظمة التي تقدر بمليارات الدولارات وتحكم عالم كرة القدم الفيفا. يقول ديفيد كون، وهو صحفي بصحيفة الجارديان ومؤلف سقوط بيت الفيفا، أنه في مايو 2015 بدأ منزل الفيفا بالانهيار، حيث اعتقل كبار أعضاء لجنة الفيفا التنفيذية وعدد من المسؤولين بالفيفا. لقد داهموا أحد فنادق الفيفا الرئيسية، فندق بورولاك. في هذه السيارة يتم أخذ أحدهم بعيداً عن أنظار العامة. بعد فترة قصيرة وفي نيويورك بالولايات المتحدة، أعلنت وزارة العدل لوائح الاتهام، وكان بها بعض أكبر الأسماء في اللجنة التنفيذية. إنهم الأشخاص الذين يقررون الدولة التي ستستضيف كأس العالم ويديرون المنظمة. الآن سيتم التحقيق طويل الأمد معهم حول الرشوة والفساد في عالم كرة القدم المنظمة. لائحة الاتهام من 47 تهمة تتضمن الابتزاز والاحتيال الإلكتروني ومؤامرات تبييض الأموال على امتداد عقدين من الزمان. ولكن مهلاً، إذا اعتبرت وزارة العدل الأمريكية أن الفيفا طرفاً إجرامياً، فقد بلغت اللعبة نهايتها، ستنهار المنظمة. ولكن ها هو جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلنها أنه لا أحد فوق القانون. سنمنح الفيفا بطاقة حمراء اليوم. يمكننا الآن رؤية الفساد وكسب المال والمصالح الذاتية والطمع والتلاعب بالأمور السياسية والطعن بالظهر فيما يسمونه عائلة الفيفا. كان الفساد متفشياً في الفيفا لعقود حتى خريف عام 2015، وكان سيب بلاتر رئيساً لتلك العائلة. كان عراب كرة القدم، في نظره كان لا يمكن المساس به. يقول المحقق له، في معظم الحكومات إذا تم اتهام نائبي رئيس اثنين وأعضاء من اللجنة التنفيذية، كان الرئيس يستقيل أو يجبر على الاستقالة. لكن رد بلاتر عليه قائلاً، لماذا علي أن أستقيل؟ الاستقالة ستكون إقراراً مني أني المسؤول عن كل ما حدث. وعندما نرى بلاتر يقول لا يوجد فساد، نرى جياني إنفانتينو، وهو بالمناسبة الرئيس الحالي للفيفا، يقول أن الفيفا أصبح ساماً وأصبح منظمة إجرامية. ثم نشاهد ماريلين بلانكس، وهي شريك سابق في الفيفا التنفيذي، تقول لم أدرك كم كانوا يمتلكون من سلطة، ولم أدرك أنهم كانوا يسيطرون على حكومات ومصارف. أما كيمبن سينجر، وهو صحفي ومؤلف كتاب البطاقة الحمراء، فيقول أن العضوية في الفيفا مثل عضوية في حديقة سرية لا يرغب المرء في مغادرتها. ثمة قانون غير معلن بأن بوسعهم فعل ما يشاءون. أنت سيد عالم الرياضة، وفي معظم الحالات أنت أكثر نفوذاً من سياسيين وآخرين، فإنهم يأتون ويذهبون، أما أنت تبقى في مقعدك عاماً تلو عام. أما فلاديمير بوتين رئيس روسيا، فيقول أنه فيما يتعلق بالاعتقالات التي نفذت، فهذه محاولة واضحة أخرى من أمريكا لتوسيع نطاق سلطتها القضائية إلى دول أخرى. وهنا نشاهد أن بسبب ما حدث للفيفا من فساد، هاجم الكثير فوز قطر بتنظيم كأس العالم، وأنها ربما دفعت المقابل. يقول حسن الذوادي الأمين العام للجنة المنظمة لقطر 2022، تعرضنا لهجمات غير مسبوقة قادمة من اليسار واليمين والوسط.
وهنا وبعد تلك المقدمة يبدأ المسلسل الحلقة الأولى تحت عنوان صعود سيب بلاتر. يقول جويدو توجنوني وهو المستشار السابق لسيب بلاتر أن الإنسان سيكون أسعد إذا لم يعرف الأحداث البشعة التي تجري داخل كرة القدم، ولكن لماذا سيكترث المشجع العادي بالرشوة في الرياضة؟ علينا أن نكترث لأن الرياضة ما زالت تمنح العالم الوهم بأنها شيء جميل وعادل، ليست كذلك، ولكن الوهم ما زال حياً. إن لم نحارب الفساد في الرياضة فيجب ألا نحارب الفساد على الإطلاق. ومن أجل فهم كيف يتجذر الفساد في كرة القدم في أماكن مختلفة حول العالم، من المهم الرجوع إلى أصول الفيفا. تشكل الفيفا على يد اتحادات كرة القدم الأوروبية عام 1904، وكانوا جميعاً هواة لم يكونوا يملكون المال مطلقاً، وثمت فكرة مثالية بتشكيله للعب الرياضة ضد بعضهم البعض. أرادوا أن تكون كرة القدم قوة من أجل الخير. طوال عقود انتشرت كرة القدم بشكل هائل في أنحاء العالم رغم صغر حجم الفيفا لفترة طويلة. فلسنوات طوال كانت الفيفا مجرد مبنى في وسط مدينة زيورخ، ولم يكن لديه مقر قيادة. كانت منظمة من الهواة حتى عام 1974. في ذلك الوقت كان رئيس الفيفا هو مدرب كرة قدم إنجليزي بارز اسمه ستانلي راوس، ثم تحداه في الانتخابات البرازيلي جواو هافيلانج. وكان جواو هافيلانج أشهر برازيلياً في العالم، كان رياضياً أولمبياً في رياضة السباحة ورئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. كان لديه اهتمام حقيقي في الرياضة، وأدرك أن معرفته بالرياضة يمكن تحويلها إلى سلطة سياسية. لذا فعندما واجه الاثنان قضية التمييز العنصري بجنوب إفريقيا وعضوية هذه البلد بالفيفا، قال هافيلانج: طالما التمييز العنصري موجوداً بجنوب إفريقيا ففي حال انتخابي سيتم حظرها من الفيفا. أما عن ستانلي راوس فقد ارتكب أخطاء جسيمة وأساء الحكم على المسرح الدولي، وخاصة حقيقة موقفه المتساهل اتجاه جنوب إفريقيا المتحيزة عنصرياً وعضويتها في الفيفا. نسمع إيمانويل مراداس وهو مستشار إفريقيا لسيب بلاتر يقول أن ستانلي راوس ليس محبوباً في إفريقيا، فقد اعتبره الناس جزءاً من الإمبراطورية البريطانية والتي تمنع تقدم الدول الإفريقية والتي بدورها تحارب لنيل استقلالها. خاض هافيلانج الانتخابات بدهاء، فاهتم بأصوات اتحادات كرة القدم في دول إفريقيا، فلن يضر أن يعدهم بمنحهم بعض الموارد وبعض الأموال لتطوير اللعبة في بلادهم. وبالفعل ثمت شكوك كثيرة تقول بأن الأموال الموعودة هذه كانت في صناديق بنية مغلفة وزعت على أعضاء الوفود في الفندق في فرانكفورت في الأيام التي سبقت الجمعية العمومية للفيفا التي انعقدت في 11 من يونيو عام 1974، وفاز هافيلانج فيها بعدد 68 صوتاً على نظيره السير ستانلي راوس والذي حصل على 52 صوتاً، فأصبح هافيلانج رئيس الفيفا الجديد. ورمز هذا إلى وصول الرأسمالية إلى الفيفا، حيث لم يعد نادياً للأصدقاء الأوروبيين الذين كانوا مهتمين باللعبة وفقط، بل تحول إلى أعمال. وبالفعل طرح هافيلانج وعوده بإفادة الشباب ودول العالم الثالث وبرامجه للتطور في إفريقيا على وجه الخصوص. لكن المشكلة عدم امتلاك الفيفا للأموال في ذلك الوقت لتنفيذ هذه البرامج. وحينما بحث هافيلانج عن شخص يمكنه تطوير اللعبة، قابل سيب بلاتر وضمه إلى الفيفا، حيث يقول بلاتر: هذا ما أردته في حياتي، العمل في كرة القدم ولأجلها، ولكني لن أعمل بمفردي. والفيفا لم يكن يملك المال، لذا خاطبت شركة كوكاكولا وقدمت عرضاً، وكان ثمة رجل هناك سأله كم زجاجة كوكاكولا ستبيع من خلال هذا العرض، فرد بلاتر عليه قائلاً: ليست مسألة بيع كوكاكولا، بل مسألة أنا بوسع المنظمتين الكبيرتين العمل معاً من أجل مصلحة الشباب، ولكني هنا كمعلق لهذا الفيديو أتساءل الحقيقة عن مصلحة الشباب في شرب الكولا، أليست هذه تسبب هشاشة العظام على ما أذكر؟ وكما لها أضرار أخرى يقولها المتخصصون، فلا أعلم كيف تبني الرياضة العظام ثم تروج مشروباً يهدها، ولكنه الاقتصاد يا عزيزي.
اترك لنا تعليقك على هذا وأكمل معي الفيديو. يقول بلاتر أن بهذا عقد في عام 1976 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الدعم الكبير من شركة كوكاكولا للفيفا من أجل برامج التطوير ومسابقات الشباب. إن الرعاية الحديثة هذه كانت شيئاً جديداً تماماً وثورياً أيضاً، فدعمت كوكاكولا برنامج الفيفا وكوكاكولا كما كان يسمى، وكان ذلك بداية الفيفا الحديث. واستكمل بلاتر أنه حالما حدث ذلك تبع كوكاكولا آخرون شركة أديداس وقالت سنعطيكم المعدات، ثم وقعنا عقداً مع KLM، وحدث ذلك في أول 4 سنوات من تولي هافيلانج للسلطة. باعوا حقوق رعاية ضخمة لأول مرة، وبعدها بدأنا نرى كل تلك العلامات التجارية الأخرى تربط نفسها بكرة القدم لرعاية كأس العالم لعام 1978، والذي أطلقت فيه كولا شعاراً كولا تضيف للحياة، لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. الجملة الأخيرة بالتأكيد إضافتي. المهم أن ذلك كله جلب مالاً إضافياً للفيفا، وأصبحت كرة القدم منتجاً. ثم تلقائياً يصبح الأمر واضحاً، دخلنا غمار السياسة. في عام 1978 أقيم كأس العالم في الأرجنتين، وكان لحظة مميزة في تاريخ الرياضة وكذلك السياسة، لأنه كان فرصة ليبدأ الفيفا في نشر أجنحته مالياً، وكذلك فرصة لكي يجتمع الفيفا مع أكثر أنواع حقيرة من السياسيين يمكنكم تصورها. لأنه في عام 1976 سيطر على الأرجنتين مجموعة عسكرية فاشية عنيفة ووحشية، وكانوا مسؤولين عن فظائع واختفاءات. الجنرال فيديلا، ذلك الرجل صارم الشكل، كان حاكم الأرجنتين في تلك الفترة. كان المجلس العسكري يجمع المنشقين ويضعهم على متن الطائرات والمروحيات ويلقي بهم في نهر ريو دي لا بلاتا. كانوا يسحقون كل معارضة، وكانت لحظة مروعة بحق في تاريخ العالم الحديث. يقول دانييل فريدرو المسؤول التنفيذي لكرة القدم بالأرجنتين إن الديكتاتورية كانت كارثية على البلاد، جلبت لنا الألم، ولم يتم تعليق كأس العالم رغم كل المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد. ورغم ذلك نشاهد الفيفا تقول حينها، كانت كلمات الرئيس طمأنة أخرى بنظرنا ببساطة، بالتالي نغادر من هنا راضين وسعداء. ثمة عبارة عصرية تصف الأنظمة القاسية أو الظالمة التي تزين نفسها أو تزين صورتها عن طريق الارتباط بكرة القدم، والعبارة العصرية هي التبييض الرياضي، تبييض الصورة عن طريق الارتباط بالرياضة. أشهر مثال على ذلك ليس الأرجنتين، بل أولمبياد هتلر عام 1936 في برلين. كانت هناك حملة كبيرة لمقاطعة كأس العالم بالأرجنتين، ولكن لم يقاطعها أي بلد. بلغت الأرجنتين المباراة النهائية بفريق رائع، كان ماريو كامبس أحد النجوم، وبطريقة لامعة مع شعره الطويل روغ 3 مرات قبل أن يخادع الحارس بلعبة خلفية. كانت لحظة أوقفت القلوب في الحناجر، وفازت الأرجنتين بكأس العالم. ولكن بعد انتهاء الدكتاتورية وبعد كل هذه السنوات، نعيش الآن لحظة غريبة، وهي الانتقال من نشوة الفرح بهذه الكأس إلى حزن اكتشاف استغلال كرة القدم وسعادة الشعوب بها كدمى. قال هافيلانج نفسه أن كرة القدم والسياسة يجب ألا يختلطا، وقال إن الفيفا هيئة غير متحيزة وغير سياسية، ولكنه أقام كأس العالم هناك في استاد مونيومنتال دي نونيز على بعد 500 مترا فقط عن سجن كلية البحرية الأرجنتينية، حيث كان المعارضون للديكتاتورية يتعرضون للتعذيب والقتل. لأني لا أمارس السياسة، هل تفهمون؟ هو يمارس أسوأ أنواع السياسة على الإطلاق، النوع الذي يدعم الديكتاتوريات. التبييض الرياضي هو مشكلة كبيرة الآن بشكل أساسي، تسمح الرياضة لنفسها بأن تشتريها الأنظمة التي تعاني من حقوق الإنسان بدلاً من استخدام قوتها لاتخاذ موقف ضدها.
والآن إلى كأس العالم عام 1982 وما فعلته شركة أديداس ومالكها الألماني هورست داسلر، والتي كان لها نفوذ واسعة وعلاقات متشابكة مع الفيفا وحجم إعلانات ضخم شاهدتموه على التلفاز عند عرض كأس العالم. تقول القصة أن أديداس كانت ستتولى التسويق العام للكأس هذه في إسبانيا، ووضع هورست داسلر دفعة في العقد لهافيلانج من أجل التأكيد من حصولهم على الحقوق، وهي في حقيقتها رشوة. وهكذا تلقى جواو هافيلانج رئيس الفيفا المال مقابل حقوق التسويق تلك. ثم بدأ داسلر يفكر في طرق أخرى لرشوة هافيلانج ليتمكن من السيطرة على الحقوق لأجل غير مسمى، لأنه يعرف أن قيمة كرة القدم ستنفجر. مع تطور التلفاز أصبحت حقوق مجرد مشاهدة الأحداث قيمة للغاية، فانتقل هورست داسلر إلى التسويق الرياضي البحت، فأراد شراء حقوق كؤوس العالم من الفيفا ثم بيعها إلى جهات البث، وهافيلانج ليس مهتماً بالضرورة بالقيمة السوقية الصحيحة لها. وهنا بدأت الأمور تصبح بشعة بالمبالغ المالية التي يمكن لداسلر إعطاؤه لها من تحت الطاولة مقابل تلك الحقوق. فأسس داسلر تلك الشركة الرياضة والترفيه الدولية أو ISL، وبدأت تنال كل الحقوق المرتبطة بالفيفا تقريباً. يقول دومينيك شميد، وهو مسؤول تنفيذي سابق في ISL، أننا كنا نأخذ حقوق البث ثم نبيعها مرة أخرى بفارق مربح للغاية، وما دمنا نشتريه بمبلغ معين من الفيفا فهم سعداء، لأننا نجلب لهم المال ولا يفهمون ما نفعله، فقط أحبوا الحصول على المال. استغلوا سلطتهم من أجل مصلحتهم بالتأكيد، والعقل المدبر هو داسلر. فمع منح ISL احتكاراً واقعياً بدأ الطريق المظلم. آنذاك كان بلاتر يحظى بثقة هافيلانج الكاملة، وفي عام 1981 أصبح الأمين العام، أي أنه كان الرجل الثاني في الفيفا بعد هافيلانج الذي كان في البرازيل دوماً، وربما كان يأتي لستة أسابيع أو شهرين لرؤية إن كان المبنى ما زال قائماً. لذا كان بوسع بلاتر فعل ما يشاء تقريباً، ثم يحصل هافيلانج على ماله الأسود وعلى المجد وهو الرئيس. اللحظة التي فهم فيها الناس هذا رجل قوي أصبح الفيفا شيئاً آخر كانت في كأس العالم في إسبانيا بلا شك. كانت ثمة قفزة نوعية هائلة من ظلام الأرجنتين إلى تلك البطولة المشمسة في إسبانيا عام 1982، حتى من ناحية الطقس. حتى ثمة مشهداً حيث يصل الملك خوان كارلوس وهافيلانج معاً، رغم أن الإحساس أن الملك بدا هو الذي برفقة هافيلانج بسبب الوضعية المختلفة لجسديهما. صنع هافيلانج رئيساً إمبراطورية بقيمة مليارات الدولارات تسمى كرة القدم، ورافق ذلك حياة من الرفاهية، كما نشأت ثقافة معينة حيث تصرف أولئك الناس مثل البارونات. في الشهر الماضي سافر بالطائرة عبر المحيط الأطلسي إلى زيورخ ورجع لكي يلقي التحية فقط. أصبح مشهوراً للغاية، يا لها من حياة مترفة عاشوها جميعاً، أفضل السيارات وأفضل الفنادق. وكان مصدر أموال الفيفا جميعها تقريباً هو شركة ISL، وطوال ذلك الوقت كانت تدفع عمولات لهافيلانج بصفته رئيس الفيفا مقابل شراء حقوق تسويق كؤوس العالم. وبدأ الموظفون يتكلمون لماذا اختيارها دوماً؟ ثمة أمر فاسد. كان بلاتر يعرف أمر العمولات لأنه تم دفع 1.5 مليون دولاراً إلى الفيفا بالخطأ، وكان بالنسبة لبلاتر نصراً صغيراً لأنه بوسعه إثبات تلقي هافيلانج للرشوة وفساده، وكانت تلك اللمسة المميزة لسيب بلاتر. فلاحقاً بدأ يكشف عن طموحاته. لم يكن لديه الصبر للانتظار حتى يرغب هافيلانج في الرحيل، أراد أن يصبح الرئيس وكل شيء آخر لا يهم. فاستفاد من الأسرار التي عرفها وأبرم اتفاقاً شريراً مع هافيلانج يقضي ببقاء الأخير لأربع سنوات أخرى، ثم يرحل بطريقة منظمة ويدعمه حتى يرحل هافيلانج بقدر معين من الاحترام، ويتمكن بلاتر من تحقيق حلمه بأن يصبح رئيساً للفيفا. فنشاهد بالفعل المؤتمر الذي أعلن فيه هافيلانج أنه سيرحل بحلول كأس العالم في فرنسا لعام 1998، لكن بلاتر نشاهده يقول لا يمكنني تصور أن يعمل الفيفا من دونه،
لقد عملنا سويا لمدة 21 سنة، فهناك صداقة قوية. يقول جيرهارد إنجر الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن في بداية التسعينيات كانت الدول الأوروبية العضوة في لجنة الفيفا التنفيذية غير راضية عن طريقة إدارة هافيلاند وبلاتر للمنظمة، لذا رشحوا لينارت يوهانسن وكان يحظى بشعبية كبيرة في الفيفا ويبدو أنه يحظى بدعم أوروبا والتي ما زالت على قمة هرم كرة القدم العالمية، لذا واجه بلاتر تحدياً كبيراً. لكن هنا دروساً علمها هافيلاند لبلاتر، وبالأخص درس كيفية إحصاء الأصوات. هذه نقطة ضعف كبيرة في نظام الفيفا، لم يجد أحد حلاً لها. لكل دولة صوت واحد، مثلاً اتحاد أمريكا الجنوبية والذي فيه البرازيل والأرجنتين اثنتان من أعظم الدول بكرة القدم وفازتا بكأس العالم عدة مرات بينهما، لديه 10 أصوات فقط بانتخابات رئاسة الفيفا. ولكن الكونكاكاف وهو اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبسبب عدد الجزر الكاريبية الكبير فلديها أكثر من 30 صوتاً لانتخابات الرئاسة، وبالتالي على أي رئيس للفيفا نيل رضاهم؟ ومن هو رئيس الكونكاكاف طيلة هذه السنوات؟ رجل اسمه جاك وارنر، كان شخصاً يتمتع بنفوذ هائل في كرة القدم في ترينيداد وتوباغو، وهو الذي وحد دول الكاريبي ومنح كل دولة كاريبية سواء كانت صغيرة مثل توركس وكيكوس أو كبيرة مثل كوبا شعوراً بالانتماء. كان يؤمن بأن الكاريبي يجب أن يستضيف كأس العالم، وأن كل ما تحصل عليه أوروبا أو إفريقيا أو آسيا يجب أن تحصل الكاريبي عليه أيضاً. وكان لجاك وارنر مساعداً بجانبه دوماً اسمه تشاك بليزر، حيث كان الأمين العام. وبالمناسبة هو رجل متهم بالفساد وكان لا يعرف شيئاً عن الرياضة غير أنه ارتقى من تدريب فريق لكرة القدم إلى الاتحاد، بما منحه العضوية في الكونكاكاف. إلا أنه كان رجل مبيعات ومهتماً بالإدارة. اعتمد جاك على تشاك لتحقيق عقود البث التلفزيوني والأموال الأخرى، مما سيعني ثراء الاتحاد وثراء هذين الرجلين على وجه التحديد. فقد آمن تشاك أن عليه الحصول على نسبة من كل شيء، كأعضاء المافيا الذين يريدون نسبة من كل صفقة. فوز جاك وتشاك بالأصوات كلها تقريباً في انتخابات الكونكاكاف أوضح أنه يمكن استغلال هذه الأصوات في انتخابات الفيفا، لأن أي شخص يريد أن يصبح رئيساً للفيفا كان عليه المرور عبر الكاريبي، أي جاك وارنر، لأنه لا يمتلك قاعدة أصوات ضخمة وحسب، بل كانوا منضبطين ومخلصين له. فكان جاك أحد الذين طلبوا المال من لينارت يوهانسن المرشح للفيفا. فهم بلاتر أن جاك يتمتع بمهارات تفاوض بارعة في كل ما فعله، فحاول كسبه إلى جانبه، كما حاول ضم ميشيل بلاتيني الذي اعتزل كرة القدم إلى حملته الانتخابية. وكان بلاتيني قد أحدث ثورة في كرة القدم الفرنسية، فكان يتمتع بنطاق فني هائل جعله لاعباً فريداً من نوعه. وبالفعل أعلن ميشيل تأييده لترشيح بلاتر بعدما قال له قيمتي تبلغ مليوناً، فرد عليه بلاتر حسناً اتفقنا على مليون، ثم تصافحا. وكان دور بلاتيني مهماً في أوروبا لأن بلاتر كان مدركاً أنه لا يحظى بأي شعبية لدى الاتحادات الأوروبية، كما أنه قبل بضعة أشهر من الجمعية العمومية كان لا يزال متخلفاً كثيراً. لذا حاول أيضاً إيجاد طريقة لنيل أصوات إفريقيا، فاتصل بإيمانويل لأخذ رأيه، فرد الأخير أصغ إلي، إنك تواجه خصماً صعباً مثل يوهانسن، وعلاقاته قوية بالفعل مع الكاف وهو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولكن ربما بوسعنا فعل أمر ما. وسافر بالفعل إلى رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم وقال أولي أحتاج مساعدتك، أصغ إلي، هناك فرصة ذهبية لجنوب إفريقيا كأمة ولك كرئيس لاستضافة كأس العالم، إن اتخذت القرار الصائب فسنمنحك ضمانة بذلك. فقال أولي إن كان هذا صحيحاً فلن أجلب صوت جنوب إفريقيا فحسب، بل سأجلب لكم 16 صوتاً من مجلس اتحادات كرة قدم دول جنوب إفريقيا. حسناً، ما يهم هو المال، شاهدنا الآن عرضاً للمال بشكل مباشر أو غير مباشر، فالوعد بكأس العالم هو طريقة للوعد بالمال أيضاً.
كان محمد بن همام حليفاً رئيسياً آخر لسيب بلاتر، كان رجل أعمال قطري ومدير حملته بشكل أساسي، وكان شديد الطموح بوضوح، فتعلق بشدة بنجاح بلاتر في انتخابات عام 1998. إنه رجل ثري وواسع النفوذ والسلطة، ويحصل على مراده دوماً. كان ابن همام وسيط صفقات مخلصاً للغاية. تعلم بلاتر مدى أهمية ابن همام، فكان يحافظ على وعده أياً كان. وهنا نشاهد محمد بن همام وهو عضو باللجنة التنفيذية بالفيفا يقول: عملت معه من خلال علاقاتي وصداقاتي مع الأفارقة والأسيويين للحصول على المزيد من الأصوات، خدمته كما لم يخدمه أحد في حياته. وفي باريس بفرنسا، هل تم توزيع مغلفات بنية اللون بفندق الفيفا؟ غيرت الكثير من الدول الإفريقية تأييدها قبل الجمعية العمومية مباشرة. لا يمكننا إلا أن نفترض أنه تم رشوتهم. ثمة أحاديث كثيرة عن توزيع أموال ضخمة في الغرف الفندقية في باريس. نعم، كانت تلك الحقيقة. وفي يوم انتخابات الفيفا الرئاسية في 8 مايو عام 1998 انعقدت جمعية الفيفا العمومية 51، وقدم هافي لانج المرشحين، فأخذ الكلمة لينارت يوهانسن رئيس الاتحاد الأوروبي والمرشح الأول، وقال في كلمته: لم أرغب في تقديم وعود بوظائف أو عقود أو تقديم وعود دعم مالي لبعض الاتحادات والتي يحق لها الحصول على الدعم. بدلاً من تقديم الوعود، أشرت إلى برنامجي والرسائل الرئيسية الديمقراطية والتضامن والشفافية. وهنا نشاهد بلاتر يتهكم على ثرثرة يوهانسن من وجهة نظره، ويقول بلاتر: أما أنا كان خطابي قصيراً وقلت أنتم تعرفونني. هو بالفعل نشاهد بلاتر الأمين العام للفيفا والمرشح أيضاً للرئاسة يأخذ الكلمة، فقال: أنا أؤيد مواصلة كل أعمال التطوير التي قام بها السيد هافي لانج وإدارته، والتي شاركت فيها بشكل أساسي على مدار سنوات قليلة ماضية. وقال أنه إذا تم انتخابه فسيمنح كأس العالم لإفريقيا، ثم أنهى خطابه. ثم يستعرض معلن التصويت نتائج الجولة الأولى للفرز، فكان لبلاتر 111 صوتاً مقابل 80 صوتاً للينارت يوهانسن. وبالتالي علينا الانتقال إلى جولة ثانية من التصويت، ولكن المفاجأة أن قاطع لينارت يوهانسن ذلك كله وأخذ المايك ثم قال: أصدقائي الأعزاء، أعتذر ولكن انتهت اللعبة، أظن أن عليكم الذهاب لتناول الغداء. حسناً، ماذا حدث؟ غيرت دول أفريقيا رأيها فجأة، وكذلك بعض الدول الأوروبية، ولم تدعم رئيسها الذي قدموه، لذا كان رأيه أنه تعرض للخيانة، واعتقد أنه من غير المنطقي خوض معركة بينما نعرف من البداية أننا سنخسر. حسناً، لو كان انتخب يوهانسن رئيساً للفيفا، ما كانت ستحدث تلك الفضائح التي نعرفها الآن؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. بدأ كل شيء مع بلاتر وهافي لانج، وكانت انتخابات عام 1998 أساس كل الأمور التي حدثت بعدها. نشاهد لقطات تظهر الفوضى مستمرة في الفيفا، كما قام محمد بن همام باتهام سيب بلاتر بالتصرف كديكتاتور، ويدافع بلاتر أنه لم يقم برشوة أحد. وإلى هنا تنتهي رحلتنا مع الحلقة الأولى من المسلسل الوثائقي حقيقة الفيفا. انتظروا الحلقة الثانية قريباً، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك والدعم القناة، تقدر تضغط على زر انتساب علشان تتفتح لك مزايا أخرى وحصرية. وليصلك كل جديد، ما تنساش تضغط على الجرس علشان تفعل الإشعارات. سلام.